بما ان الارتفاع ديال الحالات غادي وكيتزايد، انا النصيحه اللي نقدر نعطيها هي ان الانسان يقوم بالوقايه الكامله ديالو، بنادم يستعمل البافيت ويكون شويه ديال التباعد بين الناس باش ما يرجعش عاوتاني الحجر الشامي. انا كمواطن مغربي عادي مستعد انني نرجع الحجر الصحي، ولكن واش الدوله مستعده انها توفر لي المؤونه ديالي؟ واش الدوله عند الامكانيات انها تعوض المواطن المغربي؟ انا ما داويش على المواطن المغربي اللي عنده لا سينيسيس، انا داوي على المواطن المغربي العادي اللي خدام، اللي كنعرفوا بان اغلبيه ديال الناس خدامين بالوراق. حتى الرجوع ديال الحجر الصحي غيكون عنده سلبيات بزاف، وبزاف ديال الناس ما يقدروش عاوتاني يرجعوا لديك الازمه اللي كانوا فيها، وتحبس الخدمه وتحبس كلشي. لذلك بنادم يقوم على الاقل لا يدير البافيت ديالو، ويبعد من يكون شويه ديال التباعد بين الناس، و الوقاية راه خير من العلاج. إلا كان الحجر عاوتاني راه غادي يأثر على المواطن بزاف. أنا ما مستعدينش نرجع للحجر الصحي، حيت حنا مخدامين ما والوش غير يرجعوا لنا الحجر الصحي. تلقاو لينا الحل بعدين بغاو يرجعوا الحجر الصحي، راه الناس ميتة بالجوع، الناس فهمتي؟ القضية محاكة شوية. ما مستعدينش ليه. هو الحل ديال هاد الحالات اللي هما كثروا. بغينا بان المواطنين هما ياخذوا احتياطات ديالهم من الاحسن. وبالنسبه للحجر راه يعني راه غادي يوقف الحركه بزاف. الحل باش نتفاداو الحجر الصحي هو ان المواطن خصو يكون مسؤول. الدوله وراتنا كيفاش كدير الوقايه ديالك، وكل واحد مسؤول على راسه. بلاصه الحجر الصحي وتوقف هاد الحالات خصهم يخدموا الشباب اخويا، الناس ما خداماش. خص يدير حل، نشوفوا الناس كيفاش عايشه مع هاد كورونا. الناس راه ما لاقي ما تاكل. من الاخر باش نكونوا واضحين، ما مستعدينش اننا نرجعوا للحجر الصحي. حتى المورال ديالنا ما بقاش كيستحمل اننا نرجعوا للحجر الصحي. و دابا حاليا ما كاين لا حجر لا والو، والاقتصاد ميت. كيفاش غنديروا نرجع للحجر الصحي؟ الحل الوحيد هو كل واحد ياخذ المسؤوليه ديالو.